بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد. الآن راح ننتقل على الوحدة الثامنة من الصف الثامن، وهي المجسمات. مجسمات كثيرة موجودة في حياتنا اليومية، مثل العلب والصناديق والمخروط، مثل مثلا تاعت الايس كريم، الكونات اللي بتكون موجودة زي هيك، أشياء كثيرة. هذه المجسمات هي اللي راح ندرسها الآن في هذه الوحدة ونتعرف عليها. من المجسمات اللي بتكون ثلاثية الأبعاد، يعني بيكون لها طول عرض ارتفاع، مثل المنشور، هذا مصطلح لازم نفهمه، الهرم، الاسطوانة، المخروط، الكرة. هذه المصطلحات اللي موجودة عندنا في المجسمات. راح نتعرف على حجومها، مساحتها السطحية، وكيف نحسبها. يلا طبعا خلينا نطلع على المنظر اللي قدامنا، نشوف المجسمات هاي الموجودة قدامنا. أول مجسم هذا إيش هو؟ هذا كرة. طلع هذا شغلة ابتدائية هاي. هذا هرم رباعي. طلع الهرم عادة شو بيكون؟ بيكون قاعدته مضلع. كويس، شوف هنا مبين إنه في عندي أربع أضلاع، في هيك ضلعين مش مبينات، وجوانبه بتكون عبارة عن مثلثات. طلع كيف جوانبه مثلثات. هسا نقول هرم رباعي لأنه قاعدته رباعية، لكن لو قاعدته ثلاثي نقول هرم ثلاثي. زي هذا مثلا، هذا لا، هذا مش هرم. ليش مش هرم؟ لأنه طلع هنا جوانبه مستطيلات. هذا بنسميه منشور ثلاثي. طلع المنشور شو هو؟ بيكون عبارة عن مجسم له قاعدة مضلعة، في هذه الحالة طلعت مثلث، وتحت في زيها مثلث، وجوانبه مستطيلات. الهرم بيكون قاعدته مضلع وجوانبه مثلثات. طيب هاي شو هاي اسمها؟ هاي اسطوانة. شوف كيف نمر عليهم واحدة واحدة. هذا منشور عد أضلاعه، هاي 1 2 3 4 5 6. هذا بنقول عنه منشور سداسي. هذا منشور رباعي. منشور رباعي اللي هو ايش؟ الصندوق. او بنقول عنه متوازي مستطيلات. يعني هاي نتعرف عليهن. هذا ايش؟ هذا هرم. مثلا هون اذا كان مثلث، القاعدة مثلث، هرم ثلاثي. هذا ايش؟ مخروط. شوف الاسطوانة والمخروط قاعدتهم يكون القواعد تبعتهم ايش؟ دوائر. هاي نصف كرة، هاي منشور رباعي، هاي نصف كرة. نتعرف على أحجامها ومساحاتها السطحية. يلا الشبكات. إيش يعني كلمة شبكة؟ خلينا ننتقل هنا نشوف الجيوجبرا. أنا بظل كثير أروح على الجيوجبرا، لأنه الجيوجبرا صراحة بساعدني كثير أسوي شغلات، يعني